شوفوا هذاك اليوم كنت عم بحضر فيديو، يعني الفيديوهات التحفيزية الموتيفيشنال فيديوز، فسمعت بالفيديو بأنه إذا كان البعد متعب والقرب متعب اختار البعد. يعني إذا كان قربك من هذا الشخص متعبك وبعدك عنه كمان رح يتعبك، اختار البعد، فالبعد أسلم. فأنا قعدت أفكر بيني وبين حالي، طب إذا أنت في شخص أمامك بتحبه بس قربك منه عم بيزعجك وعم بيشوه لك حياتك، بس تحبه، أضل قريب ولا أكسر قلبي وأحمله بإيدي وأغادر وأنسحب؟ الخيار العقلاني أكيد يؤكد النظرية أنه الانسحاب أفضل، بس عاطفياً إذا أنت قادر تكون قريب، قادر أن تكون قريباً، هو فاسح لك المجال، قديش بيصير القرار صعب. فاليوم بدي أحاول أنا ورهف ما ننظر ونتفلسف كتير، بدنا نحكي بعقل وبعاطفة، نحاول نلاقي حل بين البينين، إنه إذا كان البعد خيار والقرب خيار، ولكن البعد متعب، يعني البعد خيار متعب والقرب خيار متعب، ماذا تختار؟ أول ما بلشت قلت أنا ما بعرف، بعدين طبعا اخترت البعد أكيد. أنت شو بتقولي؟ البعد. بس ليش؟ المشكلة أنه هذا من أصعب القرارات اللي ممكن الإنسان يحكيها طبعاً. أو يقررها بحياته. يعني بدك تكون شخص كتير قوي من الداخل، قوي عاطفيا، محصن عاطفيا، عشان تقدر تأخذ هذا القرار. لأنه أغلبية الناس بتفضل القرب حتى لو أنها مش مرتاحة، لأنها لا تجرؤ على البعد. بس العلاقات اللي القرب فيها بيكون مزعج ومؤلم والبعد فيها كمان مؤلم، اختار البعد عشان على القليلة تطلع بكرامتك، يعني أقل ما فيها. لأنه مرات الواحد لما بيضل بعلاقة معينة وبيكون عارف أنه هاي العلاقة مؤذية إله، مؤذية لكرامته، مؤذية لكبريائه، ما تفكروا أنه هذا النوع من العلاقات ما بيأثر فينا. يعني هو أنت بتكوني فيها وبتكوني عم تنمحي شوي شوي وعم تيجي على حالك كتير، لما تبعدي مزبوط بتتألمي، بس في شوية عزة نفس، وعزة النفس بتعطي شعور لطيف. يعني الواحد حتى لو أنا موجوعة عاطفيا، بس أتليست أنا طالعة بكرامتي، ففي إشي بيعوض. بس القرب خسارة بخسارة. بعدين على فكرة اللي حكيته لها في كتير صح، البقاء بدون كرامة هو أشبه بالانتحار.